لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقل، وده يرد بعقل وده ينكر بعقل، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. مرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وعنوان حلقتنا النهاردة الأزهر حرف العقيدة الإسلامية. شفنا في الحلقة اللي فاتت إزاي المذهب الأشعري متناقض، وأخذنا نقطة واحدة من كلام ابن حجر نستدل بها على التناقض الموجود في العقيدة الأشعرية لما قال بالتأويل وبعدها قال الكف عن التأويل مع اعتقاد التنزيه. ونفس مذهب ابن حجر هو مذهب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ومذهب الأزهر، وقال إن الإمام الأشعري مذهبه إنه لا يكفر أحد، وإن الأشاعرة مش بتكفر الحنابلة، ولكن إحنا عرضنا إزاي إن كتب الأشاعرة بتكفر الحنابلة لأنهم بيثبتوا الصفات على حقيقتها. وأخذنا مثل من كلام الشيخ السنوسي وبعدها عرضنا تكفير شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وقال إن الحنابلة بيقولوا إنهم بيعبدوا جسم وده شرك، ومعروف إن المشرك طبعا مصيره جهنم. وهنشوف في حلقة النهاردة إزاي الحنابلة كفروا الأشاعرة، ونشوف كلام الشيخ الجامي وهو بيتكلم عن عقيدة الأزهر. نشوف مع بعض. خبر الرسول الله كخبر الله، أوتيت القرآن ومثله معه، لأنه لا ينطق عن الهوى. من اعترض على رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه قد اعترض على الله. الاعتراض على الله إذا تعمد الإنسان رد، ولكننا نتريث ونتأنى، وخصوصا مع الأشاعرة لا نتسرع إلى تكفيره. وقد شهد لهم من خالطهم ونازلهم وناظرهم، شهد لهم أنهم من أقرب طوائف علماء الكلام إلى أهل السنة، وهو شيخ الإسلام. في علمائنا وأئمتنا ألما تجد إنسان له خبرة في الفرق والرجال وطوائف بني آدم مثل هذا، لأنه ظهر في وقت كانت الطوائف في قوتها كلها، وجابههم كلهم وناظرهم ونازلهم. لذلك شهد للأشاعرة على الرغم من كثرة التعريف عندهم أنهم نسبيا أقرب إلى منهج السلف. وهنا الشيخ الجامي بيقول ان السنة او الاحاديث او احاديث الرسول في الحقيقة هي وحي، يعني كلام الله، ومن تعمد الاعتراض عليها فهو اعترض على الله وردة، ومعروف ان الردة حكمها القتل كحل اخير. وبيشرح الشيخ الجامي ويقول ان الاشاعرة رغم ان عقيدتهم هي اعتراض على الله والرسول يعني ردة، وشيخ الازهر يعني بين قوسين الدكتور احمد الطيب حسب الكلام ده بيعتبر مرتد، الا انهم غير متعمدين، يعني مش قصدين الاعتراض للاعتراض، ولكن هم حرفوا منهج السلف. وهنا يعني في سؤال للشيخ الجامي او تلاميذه، عايز اعرف ازاي واحد بيحرف العقيدة يعني مش معترض، وده مش بيكون معترض وبس على كلام الرسول، ده بيحرف منهج السلف. والشيخ الجامي يقول انهم يجهلون العقيدة، ازاي حد يحرف حاجة وهو بيجهلها؟ وخلينا نكمل كلام الشيخ الجامي هيقول ايه، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. لذلك خصوصا في هذا الوقت الأشاعرة الموجودون الآن في كثير من الجامعات الإسلامية خارج هذا البلد كالأزهر الشريف كما يقولون، وفروع الأزهر الشريف، جميع الجامعات في الخارج تعتبر فروعا للأزهر، يدرسون العقيدة الأشعرية، ولكنهم يعتقدون جازما أن عقيدة أهل السنة والجماعة لديهم شبهة، يجهلون تماما منهج السلف، يجهلون تماما العقيدة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، يحسبون أنها هي تلك التي يحفظونها، إذن لم يتبينوا الحق. وهنا الشيخ الجامي بيقول بيتكلم على عقيد على الأزهر ويقول كالأزهر الشريف كما يقولون، الأزهر الشريف كما يقولون، طبعا دي يعني قصده يقول مش شريف ولا حاجة، وبيتريق على كلمة الشريف وكأنه بيطعن في مصداقية الأزهر. ويقول ان الأزهر بيدرس عقيدة محرفة، يعني الأزهر الشريف حرف اهم شيء في الإسلام وهي العقيدة، ومش حرفها وبس، لا ده بيدرسها على اساس انها عقيدة السلف، وفي نفس الوقت يجهل عقيدة السلف، وان الكلام ده شبهة ما نقدرش نكفر بيها الأزهر. والشيخ الجامي بيأكد ان الأزهر وشيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب ومشايخ الأزهر
جهلة، وجهلة في ايه؟ مش في اي حاجة والسلام، لا دول جهلة في العقيدة اللي جه بيها الرسول. وخلينا نوصل الشيخ الجامي هيقول لنا ايه في الفيديو اللي جاي. اما قبل ذلك فلا، الاشاعرة معرفتنا اياهم ومخالطتنا لهم نشهد لهم بانهم يجهلون تماما العقيدة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهنا الشيخ الجامي بيقول فالأشاعرة معرفتنا إياهم ومخالطتنا لهم نشهد لهم بأنهم يجهلون تماما العقيدة التي جاء بها الرسول. من الآخر يعني عايز يقول كده، من الآخر أعظم مؤسسة دينية إسلامية بتجهل العقيدة الإسلامية. طبعا نضيف ضيحة للأزهر، الشيخ الجامي بيقول أن الأزهر بمشايخه جهلاء بالعقيدة. يعني سؤال لتلاميذ الشيخ الجامي، هل يعقل أن الأزهر يجهل عقيدة السلف؟ والمصيبة أنه في نفس الوقت حرفها، فإزاي يحرف حاجة بيجهلها؟ معنى كلام الشيخ الجامي أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب حرف العقيدة، وأنه إنسان يجهل الإسلام اللي جه به رسول الإسلام. الأزهر بينشر إسلام جديد، يعني اخترع إسلام جديد يا أمة لا إله إلا الله. ده هو المعنى اللي أي إنسان عاقل هيفهمه من كلام الشيخ الجامي. لكن الشيخ الجامي بيقول لا، ده وقع في شبهة عشان كده مش هنكفره. والشيخ الجامي يعني كأنه مكسوف، يعني يكفر شيخ الأزهر كده من الباب للطقف، عاوز يجيبها بالتدريج، أو ممكن نقول هينسخ كلامه وهيكفر مش شيخ الأزهر وبس، لا ده كمان هيكفر كل مشايخ الأزهر، ومش كده وبس، لا ده هيتهم معظم المسلمين إن لم يكن كل المسلمين بأنهم تواطؤوا على تحريف الإسلام، وأنهم جهلة، وأن الأمة الإسلامية جهلة محرفة تتعمد الاعتراض على الله ورسوله. يعني من الآخر أمة محمد أمة مرتدة، لأن كل المسلمين أشاعرة بحسب كلام شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب اللي قاله، وهنسمعه في الفيديو اللي جاي، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي والشيخ الأزهر هيأكد لنا الكلام ده. أن المذهب الأشعري هو المذهب الذي ساد، وهو المذهب الذي استمر فترة طويلة، وهو المذهب الذي تقبله جمهور المسلمين، إن لم يكن كل المسلمين قبل قرنين مضيا من الزمان، قبل أن تظهر بعض المذاهب التي حاولت وتحاول أن تقول مذهب الأشعري ده مذهب ضلال ومذهب كذا، لتمهد الطريق لقيادة الأمة الإسلامية صوب مذهب معين أو مذاهب معينة. وزي ما شفنا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيقول إن المذهب الأشعري هو المذهب الذي ساد، هو المذهب الذي استمر فترة طويلة، وهو المذهب الذي تقبله جمهور المسلمين إن لم يكن كل المسلمين. وهنا شيخ الأزهر بيأكد إن المذهب الأشعري هو المذهب السائد. ونشوف الشيخ الجامي هو بينصح طلاب الأزهر، وفي نفس الوقت بيكفر الأزهر، بيكفر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ومشايخ الأزهر في الفيديو اللي جاي، ونشوف مع بعض. كذلك أيما طالب درس العقيدة الأشعرية ولم يتبين له الحق، ولم يشاقق الرسول من بعد أن تبين له الهدى، ولكنه على جهل وفي شبهة معدود. أما إذا تبين له الحق والهدى وقال بعد ذلك لا، لن نخالف عقيدة مشايخنا وعلمائنا لأجل هؤلاء، عند ذلك لا عذر له. أريد أن أقول نفي الصفات وتحريف الصفات وتأويل الصفات تأويلا يؤدي إلى نفي ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، يؤدي إلى الكفر ما لم يعذر النافي، إما بجهل أو بشبهة. الشبهة أن يرى طالب العلم مشايخه يدافعون عن العقيدة الأشعرية، وجود مشايخه شبهة للطالب لأنه يتأسى بهم. وطبعا الشيخ الجامي هنا بيكلم طلاب الأزهر اللي بيدرسوا عقيدة في الأزهر، ويقول لهم أنتوا إما أنتوا جهلة أو في شبهة، عشان كده مش هنكفركم، بس يا ويلكم لو أنتوا يعني مش جهلة أو مش على شبهة، ده أنتوا كده هتبقوا كفار لا عذر لكم، لأن تأويل الصفات ده مذهب ينفي الصفات اللي الله أثبتها لنفسه بنفسه، واللي أثبتها برضو الرسول لله، وأنتوا كده بتكذبوا الله والرسول وبتعترضوا على الله والرسول، واللي بيعترض على الله والرسول كافر مرتد. في الحالة دي أنتوا هتبقوا كفار. والسبب، السبب ايه؟ السبب وجود مشايخ شبهة، يعني مشايخ بينشروا الشبهة. زي مين؟ زي الشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، هو سبب الكارثة وهيوديكوا في نار جهنم حسب كلام الشيخ الجامي. وإن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ومشايخ الأزهر قدوة سيئة بتاخد طلاب الأزهر للنار.
ودلوقتي أنا هعمل ليكم ملخص لحلقة النهاردة. شفنا في الحلقة النهاردة الشيخ الجامي بيقول إن السنة أو أحاديث الرسول في الحقيقة وحي، يعني كلام الله، ومن تعمد الاعتراض عليها فقد اعترض على الله ورسوله، ودي ردة، ومعروف إن الردة حكمها القتل، وإن الأزهر بيدرس عقيدة محرفة، وبعدها كلم طلاب الأزهر اللي بيتعلموا عقيدة في الأزهر ويقول لهم انتوا اما كنت انكوا على ان انتوا جهلة او واقعين في شبهة، عشان كده مش هنكفركم. وقال لهم تأويل الصفات ده مذهب ينفي الصفات اللي الله اثبتها لنفسه بنفسه، وانتوا كده بتكذبوا الله والرسول وبتعترضوا على الله والرسول، واللي بيعترض على الله والرسول كافر مرتد، وفي الحالة دي انتوا هتبقوا كفار، وسبب وجود مشايخ شبهة، يعني مشايخ بينشروا الشبهة زي شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ومشايخ الأزهر قدوة سيئة بتاخد طلاب الأزهر للنار. وتابعوني في الحلقة الجاية علشان نشوف تكفير الشيخ الجامي للأزهر، وازاي ان الشيخ الأزهر بالنسبة للشيخ الجامي بنفسه بيعتبر شبهة. وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، ودي يرد بعقله وتنكر بعقله، يبقى الدنيا بقى والعوم.